السلام عليكم أساتذة الأعزاء، في هذه المحاضرة سوف نحاول أن نتكلم عن كيفية إعداد كورس هوم بيج. فالإنشاء صفحة ضمن الكورس، طبعا الكورس هو ما يعادل في نظام الجوجل كلاس هو الصف اللي كنا ناخذ به، هو نفس الحالة هو الكورس في على منصات الكانفاس. في البداية يجب أن ندخل إلى الصف أو الكورس اللي احنا نقوم بإعداده، ومن ثم الذهاب إلى بيجز. هذه هي البيجز الموجودة هنا. نلاحظ أني لحد هاللحظة لم أقم بإعداد أي صفحة. أوكي، شلون أستطيع أن يعني نقوم بإعداد الصفحة؟ طبعا الصفحة أو هذه مجموعة البيجز اللي أنت راح تسويها، طبعا من ممكن تحتوي يعني ضمنها جميع المحاضرات، جميع ما يمكن إدراجه من فيديوهات أو PDF أو PowerPoint أو فيديوهات تعليمية، أو من الممكن أنه أنت تريد تسوي إعلان للطلبة أنه صار تغيير في موعد المحاضرة، أو تغيير مثلا في موعد الامتحان، أو أن هناك امتحان معين. كل هذا من ممكن أن تتضمن وين في داخل هذا البيج. أوكي، نبدي الخطوة الأولى. طبعا نضغط ها هنا Add Page. طبعا حتى تظهر لنا هذه الصفحة. طبعا هذه الصفحة أو ما تعرف بال Rich Content Editor RCE Rich Content Editor. طبعا هاي الصفحة حالها تشوفون هاي الإعدادات حالة حال اللي تشوفوها بالوورد بالمايكروسوفت، إنه هنا أقدر أكبر حجم الخط، هنا أنواع الخطوط، هنا البولد والإيتاليك وإلى آخره، تلوين طبعا الكتابة إلى آخره. أوكي، راح نبدي ونتعلم أكثر. طبعا من الممكن انه اني اسوي صفحه افتراضيه على الوورد، انه اني هذا الشيء اريد اضمنه للصفحه، انه اني اذا اسوي كذا وكذا، الاسم هو كذا، الايميل فيديو توضيحي، وبحيث مباشره اجي فقط ارتبها على النسق اللي اني رتبته. فخلينا نجي نشوف اول شغله، نخلي اسم هذا الكورس اللي هو مثلا كورس خاص بالماده الاحصاء، نخلي هنا بالتايتل، ضفناه هنا. اوكي، راح اجي هسه هنا، طبعا هذا هو التايتل، طبعا ما اقدر اعدل عليه. نجي هسه هنا شريد اني اوكي اريد اسوي فد رساله ترحيبيه اضمنها، فهنا هسه احنا ضمناها. طبعا من تخليها طبعا اكيد وين صارت في احد الجوانب. اوكي، انا اذا بالسنتر اذهبها هنا، نضغطها هنا نجعلها في السنتر. اوكي، اذا اكبر حجم الخط أضللها كالمعتاد، نذهبها هنا لتكبير مثلا حجم الخط. أريد أغير نوعية الخط، إذا مثلا شوف أنت أي نوع من الخطوط ترغب بإعداده، أوكي، أو هذا مثلا اللي هو طبيعي. أريد مثلا أخلي بولد، أوكي، أريد أخلي إيتاليك، طبعا أكيد لازم بالبداية نحددها ومن ثم الضغط عليه. أريد أغير لون الكتابة أو الأحرف من هنا، مثلا أنا أريد اللون الأحمر. اوكي، أريد مثلا اخلي خلفيه لهذا يعني هذه الكتابه، لنفرض اني سويت هذا اللون، طبعا نحدد ومن ثم نضغط. اوكي، اريد اشيل هاي مثلا اللون اللي وضعته للخلفيه كالمعتاد، نذهبها هنا، نذهب الى الابيض وخلاص، وهكذا بالنسبه للبقيه. اوكي، ولما خليت هسه اني الرساله الترحيبيه، اوكي اقدر من جديد ايضا اخلي أخلي اسم الكورس أيضا حدده، نأتيها هنا نضعه في المنتصف، نكبر حجم الخط. شوف أنت إيش قد تريد تخلي الخط، تريد تغير اللون للكتابة. أوكي، حددنا. طبعا اوكي، بس لنفرض انه بعدين قلت لا، خلي هنا صور تمثل هذه الصور الجامعه والقسم، فراح نخلي الصوره. شلون نجي نضيف صوره؟ نقدر من هنا نضيف صوره، من اجي اضغط عليها هنا، اضغط على هذا السهم، فحيطلع لي ثلاث اختيارات. شنو هاي الاختيارات؟ اول شيء هو اللي هي ابلود ايمج، اقدر انه ارفع من خلال من داخل الحاسبه انه فد ايمج صوره معينه، كورس ايمج، من خلال انه هاي الصوره اني موجوده اصلا وين داخل هذا الكورس، اقدر اروح اسحبها. واليوزر ايمج ايضا اكو صور معينه وضعها التدريس، مثلا صورة الشخصيه في بعض الاماكن ممكن ان تجلبها. فاوكي، انا من داخل الحاسبه اضغطها هنا، نضغط حتى تدخل الى الحاسبه. هاي مثلا الصوره السيد شعار الجامعه، حنقول له سمت ارسال، انتظر قليلا.
حنشوف الصورة جدا كبيرة، اوكي ماكو اي مشكلة، ضغطة واحدة على الصورة راح يظهر لنا image option، من اجي اضغط عليه مباشرة حيحولني الى صفحة البروبرتيز الخاصة بهاي الصورة. فشو حسوي؟ راح الان راح اذهب الى هنا اختار مثلا small اذا انا اريد، ومن ثم اقول له done، اوكي. هسه هاي الصورة من هنا نضغط واريد اجيبها على الجانب. اوكي هسه اريد صورة قسم الهندسة الكيميائية، نفس الطريقة ايضا راح اذهب ها هنا upload image، نجيب الصورة الخاصة بالقسم ايضا نرفعها، ننتظر ايضا نفس الحالة كبيرة، فنضغط عليها ضغطة واحدة image option الى هنا، ومن ثم small done. اوكي نضغط عليها. هسه نذهب هنا الى الالاينمنت المحاذاه، نخليها الى الجهه الاخرى. اوكي انا خلي اطور بشغله الصوره هنا، ايش اطور بشغله الصوره هنا؟ انه اخليها يعني الشخص مثلا نفرض انه هذا الشخص او هذا الصف اللي تم اعداده هو صف خلينا نقول عالمي فري، بحيث اي شخص يقدر عنده حساب كامفوس يقدر يدخل عليه، يدخل على الجامعه ومن ثم يدخل عليه، او توصل له مثلا اشعارات اكو هيش صف. فمن خلال هذا الصف اقدر مثلا اخلي له رابط مباشره يذهب الى جامعه تكنولوجيا او الى قسم الهندسه الكيميائيه. فشلون اجي اسويه؟ ان شاء الله الاولى احدد الصوره، من حددتها هنا اذهب خلينا نقول الى اليوتيوب، ليس اليوتيوب، من هنا الصفحات الرئيسيه للجامعه، هذا هي صفحة رئيسية للجامعة على الويب. ناخذ كوبي لللينك. اوكي نرجع من جديد. هاي سوين انا اروح، راح اروح على هذا الرمز اللي هو اللينكس، بالضغط عليه راح يظهر لي خلينا نقول اختيارين، الاختيار الاول اللي هو الاكسترنال لينكس اللي هو يعني لينك خارجي، والثاني اللي هو الكورس لينك، انه هذا كورس العفو هذا اللينك موجود داخل الكورس بالتالي تقدر تستدعيه. لا انا هنا أنا رابط خارجي فراح اضغط عليه، راح اخلي هسه كوبي بيست وراح اقول له دان. طبعا هسه هنا مبين وهنا عندك ايمج اوبشن، لينك اوبشن، والريموف لينك تقدر توخرها. نجي نفس الحاله بالنسبه للصوره الخاصه بالقسم هم. اوكي حروح هنا قسم الهندسه الكيميائيه، ايضا ناخذ كوبي لللينك، اروح لللينكس external خارجي، لينك خارجي، ومن ثم بيست ونقول له دون. خلاص ايضا صار هنا. اوكي نكمل باقي المحتويات الموجوده ها هنا. هسه انا شريت بعد اريد انه هاي الدوره منو اللي يقوم بها؟ يقوم بها التدريسي اللي اسمه فلان. اوكي نجي هنا فبالتالي راح نضعها ها هنا. اذا نقدر طبعا اكيد نغير اللون مال حسب ما الكتابه، حسب الشيء اللي انت تريده، شوف انت حسب يا لون تحب تضعها. اوكي خليناها هاي الالوان. هسه نريد مجموعه يعني كيفيه التواصل مع هذا التدريسي، مباشره فقط تاخذ كوبي للايميل مالتك بهاي الصيغه انت واضعه، فهو مباشره راح يتعرف عليه كونه ايش؟ كونه ايميل. طبعا اكيد ايضا احدده حتى اضعه وين؟ اضعه في المنتصف. تقدر طبعا اكيد نفس الحاله تكبر هنا بالخط، اوكي مثلا تضعه بهاي الصيغه، وايضا هو عباره عن صار عباره عن ايميل مباشره، بس الضغط عليه راح يفتح له لكتابه ايميل لهذا التدريسي. اوكي مثلا ممكن تخلي ايميل ثاني لعمليه التواصل وهذا في الشيء عائد للتدريسي، فنفس الطريقه. اوكي نفس الطريقة طبعا لحد هاللحظة بدنا نبني بالبيج الخاص بالصف اللي انا اريد انشئه. اوكي نجي هنا نخليه اوكي حجم 18 او 16، شوف انت الحجم اللي انت ترغب به. اوكي هسه ايضا نضغط حتى تكبر خلينا نقول شاشة الار سي اي حتى نقدر نكمل بقية الامور. ايضا انا شريد اخلي اسم الجامعة واسم القسم، اسم الجامعة واسم القسم هنا أنا خليتهم. أوكي هل هم بالوسط؟ يعني نقدر نتأكد. أوكي ونفس الحالة بالنسبة لهذا. الآن أنا أرغب بإضافة خلينا نقول فد صورة لهذه الدورة أو لهذه المادة اللي أنا أدرسها. مثل ما تعلمنا راح أروح إلى الصور، راح أروح ها هنا إلى الصور الإيمج، أيضا أبلود إيمج،
ادخل هنا أنا. مثلا لنفرض انا اريد هاي الصورة ثم سبمت. اوكي الصورة حجمها جيد، طبعا ايضا تقدر تضغط عليها وتروح على الايمج اوبشن اذا تحب تكبر الصورة. اوكي هسه ايش اريد وراها؟ لنفرض اني اريد اخلي فيديو توضيحي عن البرامج المستخدمه في هاي الدوره، او مثلا انت مسوي فد فيديو بسيط عن المحاضرات الموجوده عندك او الماده الموجوده عندك، مثلا السيلباس الى اخره. شو نسويها؟ طبعا اكو عده طرق لهاي الطريقه، يعني لهاي الاضافه بالاحرى. الطريقه الاولى اللي هو مباشره راح نروح هنا هذا الرمز، هذا الرمز اللي هو الابس. هنا الابس من اضغط على هذا السهم النازل حتظهر لك شنو الابس اللي انت نزلته هنا. انا منزل مثلا حتى الان يوتيوب وايضا اكويت كيو اكويجن اللي هو الخاص بعمل المعادلات، وممكن اقدر اضيف غير برامج. شلون؟ من اضغط هنا هاي هسه البرامج المسموح لي اضافتها، اقدر اضيف الويكيبيديا مثلا بالضغط عليها. انتظر قليلا اوكي انضافت، لان انا هسه حسدها. هو يقول لك اوكي سوي سيرش، بس هسه انا حسدها بس بدي اشوفكم باعوا انضافت ويكيبيديا. واي برنامج اخر انت تحب من هنا، من هنا مثلا كويجن ماث تايب، تقدر تضيف ايضا لاضافه معادلات رياضيه ايضا. وهنا مثلا شلون تجي تكتب المعادله اللي راح تنضاف هذا البرنامج، ايضا هسه حسدها انا ما احتاجه، أنا فقط حبيت أوضح لكم باعوا هسه هنا الطرق اللي ممكن أنا أضيف فيديو. الطريقة الأولى مثلا منا مباشرة حتروح على هذا الأبس، حتقول له أنا أريد من اليوتيوب هذا الفيديو. لنفرض أنت تريد فد شيء ترحيبي، أوكي فد فيلم ترحيبي إلى آخره. شوف أنت شو تريد، وحنقول له مثلا إنتر. هنا حيظهر لك مثلا مجموعة، خلينا نقول شوف شنو الفيلم الترحيبي اللي أنت تريد تضيفه. أوكي فلنفرض اني مثلا راح احتاجيت هاي مثلا. اوكي طبعا اسف طلعت كلها اغاني. اوكي بس احنا فقط للتعليم، فش حضغط راح اضغط على هذا الامبد. هاي الطريقه الاولى احنا نحكي. فهنا مباشره انضافت، طبعا من حشغلها راح تشغل مباشره داخل المنصه ولن يخرج الطالب خارجها. مثلا هسه بس حشغلها ثواني فقط احب اشوفكم. فهنا هي داخل المنصة. اوكي نفرض احنا هذا الفيديو انا ما احتاجته، شلون احذفه؟ اوكي بس اضغط عليه اروح هنا الاديت، وش راح اقول له؟ كات خلص. هذا لان انا مو هذا الفيديو اللي احتاجه. زين اوكي بعد شلون حجيب الفيديو اللي انا اريده؟ نروح الطريقة الثانية. خلينا نشوف الطريقة الثانية شلون. انا الفيديو اللي انا محتاجه اللي هو هذا الفيديو عن محاضرة من المحاضرات العملي إنه، فشون أضيفه؟ أخذ اللينك الموجود، هقول لك كوبي، وروح نرجعها هنا. وين أروح؟ راح أروح على هذا إنه أنا أريد أضيف لينك خارجي، فراح أضغطها هنا. طبعا هنا تقدر تعطي الاسم مال هذا الفيديو اللي أنت تريد مثلا تضيفه هذا. اوكي نضيف التسمية وحقول له تم. لكن شنو اللي صار؟ صار انه هذا الفيديو اللي هسه موجود امامي صار عبارة عن لينك، يعني من يجي الطالب ويضغط عليه ايش راح يصير؟ راح يكون حيخرج خارج المنصة، راح يخرج خارج المنصة لو رؤية هذا الفيديو. يجوز انا ما اريد هاي الطريقة، وهو يفضل انه لا يبقى داخل المنصة لو رؤية هذا الفيديو. انا حبقي لكن حاعلمكم الطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة اللي هي أيضا جدا سهلة وبسيطة. نروح على نفس الفيديو اللي احنا نريده اللي هو هسه هذا. ايش راح أقول له؟ هقول له شير. أقول له شير. من أضغط على كلمة الشير ننتظر قليلا. هنا حروح على الإمبيد. أضغط عليها. ظهر لي هذا الكود اللي هو كود الإمبيد. أضغط ها هنا كوبي. من ضغطت هو أخذ هذا الكود سوى له كوبي. أغلقها. وين أروح؟ أروح ها هنا. أروح على هاي النقاط الثلاثة. بالضغط على هاي النقاط الثلاثة أروح على هذا الرمز اللي هو اسمه الإمبيد. بالضغط عليه
راح يظهر لي هنا embed code، بمعنى آخر قم بلصق embed code اللي عندك ومن ثم أقول له submit. شنو اللي صار؟ صار هسه باع الفيديو صار هنا وتضمن داخل المنصة، بحيث هسه أنا مباشرة أقدر أشغل هذا الفيديو اللي أني ضفته وين بداخل المنصة. أيضا هسه حنشوفه إن شاء الله بعد شوية هنا. فهسه خلينا نكمل بقية المواضيع اللي بدنا نشتغلها. بعد اني ايش احتاج؟ بعد وضعنا، خلينا نروح للشكل التصميمي، هذا وضعناه. مثلا انت تريد تقول له اوكي مثلا عندك قناه على اليوتيوب، او تريد مثلا عندك مثلا على الفيس تنشر محاضرات، او على التليجرام الخاص بك اللي ويا الطلاب، حتى في شرح تقول له حتى تعرفه على ايضا نوع من انواع التواصل معك. راح وين تخليه؟ راح هنا اوكي، وهذا كل معتاد نجيبه في الوسط. اوكي، هسه شو تريد انت تضيف؟ ايضا تريد تضيف لينك خارجي، فراح اروح ها هنا ايضا حتقول له اكسترنال لينك. هنا انا شو حجي اقول له؟ اوكي مثلا القناه مال يوتيوب الخاصه بي هاي. اوكي، نرجع من جديد نضع هنا، حنقول له تم. شنو اللي صار؟ طبعا هنا صار هو عباره عن رابط، بس انا مثلا اقدر اسوي غير طريقه، انه اكتب اسم اليوتيوب هنا. اوكي، نقدر نكتب اسم اليوتيوب، بس هاي مسحها لان حقيقه صار خطا عندي هنا، يعني المفروض اني ثواني كوبي بيست، ايضا نجيبه للوسط. راح اجي اكتب يوتيوب. اوكي، كلمة هاي اليوتيوب اضللها، وهسه اجي شو اسوي؟ اخذ اللينك مال القناة، نرجع من جديد، راح هنا اوكي ننطيه ونقول له دم. هسه اوكي اتفعل، صار هسه عندي رابط القناة مباشرة، يقدر بالضغط عليه يدخل الطالب لها. بعد شنو عندي؟ عندي ممكن انا اخلي السيليباس، اوكي ممكن اخلي مثلا السيليباس، اقدر اخلي مثلا اني صورة اخرى تعبر عن المادة الى اخره الى اخره. خلينا نجي هنا بس نشوف بعض الشغلات. هذا شيء يفيدنا، هذا شيء في المطلع يا اساتذه الاعزاء. عند الضغط على هذا الاوبشن في الار سي اي راح يظهر لنا خيارين، اللي هو ايش؟ الكورس ميديا. الكورس ميديا اللي هو عباره عن اختيار اي فيديو وين اصلا انت رافعه بداخل هاي المنصه، او من اليوزر ميديا هم نفس الحاله، من ممكن اكو فيديو خاص انت خاله بالملف الشخصي، مثلا اكو مثلا محاضرات برايفت انت ما تدخل تنشرها على اليوتيوب، بس طبعا هنا مشكله، او ما موجوده على اليوتيوب بس برابط ايضا برايفت، حتى لحد يعني ما تدري يشوف مثلا يعني اشخاص خارج الصف مالتك. ايضا هنا عند الضغط على هذا الاوبشن نقدر اصعد ابلود دوكيومنت، عندنا كورس دوكيومنت، عندنا يوزر دوكيومنت، ونفس الحكي الابلود دوكيومنت انه تقدر تصعد من خلال الحاسبه، والكورس دوكيومنت ايضا انت في دوكيومنت معين مصعده الى المنصه وتريده، او باليوزر دوكيومنت ايضا انت مصعده داخل المنصه ولكن خالف فايل اسمه يوزر دوكيومنتس، فبعدين تريد تعرضه للطلاب. لكن بس اريد ننبه على فد شغله، اريد ننبه على فد شغله. المنصه يمكن مو ذاك الحجم، مو ذاك الحجم الكبير منطيك كستورج، فبالتالي صعب تصعد فايلات. فلهذا بعد شويه ان شاء الله في المحاضره القادمه راح نحاول نعرض لكم كيفيه نسوي فد نوع من انواع التزاوج ما بين الجوجل درايف والمنصه، بحيث انت مباشره هي الفايل موجود عندك، ان كان كفيديو، ان كان عندك كباوربوينت، بي دي اف الى اخره، موجود في المنصه في الجوجل درايف، وتعرضها بشكل ضمني بداخل المنصه بدون ما ترفعه وبدون ما تزيد اي حجم في المنصه، وبدون ان نزيد اي حجم وين في هذه المنصه. اوكي، هسه نكمل بقيه الاعدادات. طبعا هنا لما نجي على بقيه الاعدادات للصفحه، هنا أنا يقول لك بالنسبه للاديت، يعني هاي الصفحه هل تسمح مثلا اشخاص اخرين باضافه تعديل على الصفحه، مثلا اللي هو لو بس فقط التيتشرز موجودين، لو تيتشرز ان ستودنت، لو اني ون. طبعا اكيد احنا فقط للتيتشر اللي هو حيكون. نيجي ايضا هسه على هذا، هل ترغب ان تكون هذه
الصفحة، أن الصفحة تضاف في خانة التدو بالنسبة للطلاب، مثلا تريد تسويها كخانة التدو، تريد تسويها كفعل هم يسوون مثله أو لا؟ أكيد ما أريد. زين، هنا هاي راح نتركها، ما راح نجي عليها، ما راح نخليها. فسأشرح، هسه أقول له، هقول له سيف أن ببلش. نجي ننتظر شوية. هسه شنو اللي صار عندي؟ صار عندي إنه هاي الصفحة صارت ببلش، بس هل يا ترى الطالب هسه يقدر يشوفها او موجوده بالصف؟ يعني هسه هاي تشوفوها امامكم، هل الطالب يقدر يشوفها؟ خلينا نضغطها هنا، شوف الطالب. اوكي، هي هاي بده يشوفها هسه، هاي حسب نظرة الطالب الها. زين، خلي نرجع هنا داشبورد. طبعا سوري، لازم نطلع من نظر الطالب، نرجع هسه ها هنا للصف مالتي. شوفوا بس لحد هاللحظه هاي الهوم، هاي الهوم بيج ما صارت، ما صارت انا يعني هاي الصفحه اللي انا عديتها ما صارت كهوم بيج. فاوكي، فوين ارجع؟ بعدين اكو خطوه هرجع نفس الحاله للبيجز. هنا هسه حيدور، اوكي صار هسه انت عندك ايش؟ صار عندك صفحه ممكن تعرضها، فشو حسوي عليها؟ بس هاي الصفحه ايش بيها؟ من اجي اضغطها هنا، لحد الان كفرونت بيج هي لم، يعني انا ما سويتها فرونت بيج لحد هاللحظه. طبعا من اقدر اعدل عليها، من اقدر امسحها، هنا اسوي كصفحه رئيسيه، هنا أنا اقدر انه اعطيها تكرار هاي الصفحه مثلا. يعني لنفرض انه لصف ثاني انا عندي اقدر ادرسها كسنتو، لنفرض انه القسم راد يسوي فد فورم معينه لجميع الصفوف اللي عنده جميع المراحل، فشو راح يسوي؟ نسوي احنا فد فورم معينه، ومن خلال هذا راح تندز للتدريسي، اوكي الثاني والثالث لبقيه التدريسين لاغراض اعتمادها. هنا كوبي مثلا، اذا انا عندي كوبي 2 عندي ايضا صف ثاني اقدر اوديها لهذا الصف. اوكي، هسه المهم انه انا هسه سويتها فرونت بيج. ارجع هسه، وين راح ارجع؟ هسه راح اجي من جديد، حروح للهوم. رحت للهوم، لحد الان كل شيء ماكو، فراح اقول له تشوز هوم بيج. اجي هنا، هنا ظهرت لي عاد هسه الصفحات اللي ممكن اني اخليها كهوم بيج. طبعا من الممكن التدريس يخلي السيلبس اللي هو خاله كهوم بيج، من الممكن يخلي الاساينمنت اللي هو درسها كهوم بيج، الكورس ماديول ممكن يخليه زين، وايضا الكورس اكتيفيتي ستريم. بس انا بالنسبه لي لا، انا حخلي الصفحه اللي هي تبين اسم الدرس، واللي تبين بها شغلات التواصل، وحتظهر بها جميع الاسايمنت. فبالتالي هسه انا هنا نظفتها، وش راح اقول له؟ حقول له سيف، انتظر قليلا. اوكي، هسه شنو اللي صار؟ صارت الصفحه عندي ظاهره هنا. فهسه هنا مباشرة من يضغط حيروح مباشرة وين؟ على الايميل الخاص بالتدريسي، اوكي؟ هنا نفس الحالة ايميل ثاني، آسف سدت الصفحة، ثواني أعتذر. صار خطأ، من سديت الايميل سدت الصفحة. اوكي، طبعا اكيد بعد نقدر نضمن هواي امور، مثلا نضمن الميت مالتنا، الرابط الميت اللي اريد، مثلا هذا الفيديو اللي هو الترحيب اللي انا مثلا اللي سويته واريد اشوف الطلاب بعد العفو يشوفوه للمنصه او ماده الاحصاء وهكذا. اوكي، يعني اذا اقدر بعد اضيف هنا السليباس، اقدر اضيف مثلا ايضا رابط الميت او رابط الزوم. شوف انتم بوقتها شوف شنو الرابط او الميت اللي تحبون تسوون بالميتنج ويا الطلاب. واشكركم لحسن سماعكم.